من جانبها أكدت معالي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية الشقيقة على ما تشهده علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية من تنام ملحوظ بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. تشهد علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري تنامي ملحوظ، يوجد العديد من الفرص في قطاعات واعدة لتعزيز هذا التعاون، ونسعى للاستفادة منها بما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين المصري والبحريني. فيما يتعلق بالعلاقات الاستثمارية، تحتل البحرين المرتبة 16 في قائمة الدول المستثمرة في مصر. بلغ إجمالي عدد الشركات البحرينية حوالي 216 شركة بإجمالي رأس المال 3.3 مليار دولار. الحقيقة أنه هذه الزيارة حظى الملف الاقتصادي والاستثماري باهتمام كبير، وبالفعل تم الاتفاق على تعزيز العلاقات الاستثمارية بين مصر والبحرين، وذلك من خلال الاستفادة من المقومات الكبيرة للبلدين وترجمتها لمشروعات مشتركة تسهم في الارتقاء في التنمية الاقتصادية في البلدين. وبالفعل هناك عدد من الشركات البحرينية تعمل في مصر في قطاعات وأنشطة متنوعة، على رأسها قطاع التمويلي والمصرفي والإنشائي والصناعي والسياحي.